بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرات الأخبار. قال دولة رئيس الوزراء عمران خان أن حكومة بي جي بي منتصرة بنظير آر إس إس تواصل أعمال الاستبداد ضد الشعب الكشميري في ولاية جامو وكشمير المحتلة، كما تأثير على نظيرة الهندوس حيث تضيق الأرض على الأقليات في كامل الهند. ذكر ذلك خلال لقاءها وفاء مجموعة كشمير في برلمان البريطاني، وأطلع رئيس الوزراء الوفد البريطاني بأن أرحاب الدولة الهندية في كشمير المحتلة قد يحاول صرف إنذار الأسرة الدولية من خلال القيام بعملية راية نظيفة. وقال بأن باكستان بأن حل القضية الكشميرية ضروري لإقامة السلام الدائم في منطقة جنوب آسيا. وقال عمران خان بأنه يتعين على الأسرة ودولية ألا ترفع صوتها ضد الأعمال البريطانية التي تمارسها الهند في دولة، وضغط على مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراراته حول كشمير المحتلة. عقد اجتماع في اسلام اباد برئاسة مساعد رئيس الوزراء حول الصحة الدكتور زفر ميراث، دراسة الاستعداد للحد في انتشار حمى الدنس في شهر اذار ونيسان. وقال المساعد الخاص بهذه المناسبة بأن سيتم تكريس كافة السبل المتاحية لدى الحكومة للتعامل مع هذه الحمى، حيث تم إعداد مشروع عمل وطني بهذا الصدد، وسوف تؤمن إدارات إسلام أباد وراولبندي الخطوات في الوقت المناسب. التقى وفد مجلس الشيوخ الباكستاني الذي يترأس رئيس الوجلاء محمد صادق سنجراني في المنامة مالك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، وتبادل معه وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك. وقال رئيس المجلس بأن التواصل على المستوى السياسي الرفيع المستوي ستساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين. ومن جانبه أشاد الملك البحريني بجهود باكستان إراء إقامة الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، كما اتقى الوفد رئيس مجلس الشورى البحريني ووزير الداخلية وتبادل معهما وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك والأمور ذات الأهمية الثنائية. أبدأ الرئيس الأمريكي إمكانية للتواصل إلى الاتفاقية مع طالبان للانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ففي معرض حديثه الصحفي في واشنطن بأن المفاوضات بين طالبان وأمريكا في الدوحة متواصلة، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقية القريب العاجل، وفيما بعد ينطلق الحوار بين الفضائل الأفغانية. يتوجه الشعب الإيراني يوم الجمعة المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدالة بصوتهم في الانتخابات البرلمانية، ويتنافس 7157 مرشحة لمقاعد البرلمان البالغة 190، وسوف يستخدم حوالي 580 مليون نسمة حق التصويت. ووصف آية الله خامنئي المشاركة في التواصي تصبح مسؤولية قومية وانقلابية ومذهبية أيضا. تم الأسر على هيكل بشرى من أحدى الكهوف في منطقة كردستان شمالي العراق، يعود تاريخها إلى 70,000 عاما، تبلغ عمر الهيكل بين 40 و50 عاما. ويقول العلماء بأن هذا الهيكل سوف يساعد في تعيين مراحل النشوء البشرى والتقاليد المستخدمة في التدفين، لأن عينات التراب والورود بالقرب من الهيكل تهوى استخدام الورد في المراسم التدفين.
تدور هذا الكهف محمل للخبراء الأثار القديمة منذ وسط القرن العشرين، حيث تم العثور على 10 هيكل بشرية بينهم هياكل 3 أطفال. ويعتقد بنا هيكل بشرى الجديد دم حزاء من وفاة بشرية تم العثور عليها عام 1960. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.